معنا مشاهدينا من القامشلي السيد نواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسة. سيد نواف مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ما صحة المعلومات التي لديك حول تحرير المدينة بشكل كامل خلال اليومين المقبلين وهروب 100 مقاتل من داعش مع أسرهم إلى خارج المدينة؟ مساء الخير لكم لك والمشاهدين. طبعا العملية يعني عملية تحرير مدينة الرقة في بالتأكيد في ساعاتها وأيامها الأخيرة، هذه مسألة مؤكدة، لكن ما عقد وأجل العملية حتى الآن وجود المدنيين الذين يعني كانت هناك خسائر بينهم بسبب اتخاذ داعش منهم دروع بشرية. لهذا كانت هناك مسائل من وجهاء العشائر والفعاليات المجتمعية كي يتم إخراج المقاتلين المحليين والإداريين الذين تعاونوا مع داعش إلى جهة خارج مدينة الرقة، وهذا ما يسهل الانتهاء من عملية تحرير المدينة في خلال يعني أعتقد يعني الساعات القادمة أو بدء من صباح أمس. طيب في حال تحررت، متى من المتوقع عودة النازحين؟ هناك من المدنيين ما ذكرت حضرتك ما يزالون داخل المدينة، ماذا عن الذين نزحوا؟ متى من المتوقع بدء عودتهم؟ المعلومات المؤكدة التي يعني استقيتها من قياديين في مجلس رقة المدني في البداية سيبدأ بشكل مباشر عملية يعني إزالة الألغام من المدينة، ثم إزالة يعني الأنقاض الهائلة داخل المدينة، ومن ثم سيبدأ الإعداد لعودة المدنيين بكل الإمكانيات المتاحة وبدعم من التحالف الدولي وبإشراف مجلس رقة المدني. هذه المسألة يعني الخطط معدة بشكل مسبق بانتظار تحرير المدينة. هذه المسألة يعني عمل ويعمل عليها مجلس رقة المدني. نعم سيد نواف، أيضا هل يمكن أن تطمئن الأهالي داخل المدينة بأن الممتلكات المادية مثل الأراضي والبيوت التي صادرها أفراد داعش ستعود إلى أهلها تباعا؟ هذا لا شك فيه، يعني كل القضايا التي جرت تحت الاحتلال الداعشي أو عمليات الاستيلاء التي جرت تحت الاحتلال الداعشي وحتى القضايا التي كانت مؤجلة في ظل النظام، بالتأكيد سيكون هناك نظام عدالة يحقق للمدنيين الذين عانوا زمن البعث وزمن الاحتلال الداعشي، الأمرين سيعاد النظر فيها بشكل كامل. لكن القضايا المتعلقة خاصة بفترة الاحتلال الداعشي سيكون هناك لجان خاصة تتولى إدارة هذه الأمور وإعادة أموال أهالي المدينة الرقة إليهم بشكل مؤكد. هذا لا يحتاج إلى الكثير من النقاش، لكن التطمينات ربما تكون ضرورية. نعم. وهذه موجودة بالتأكيد أيضا في ظل الانعقاد خاصة فقط. نعم. اسمحي لي يعني تفضل. الاجتماعات التي عقدت خاصة في قبل يومين وحضرها كبار رؤساء العشائر المؤثرة والكبيرة في مدينة الرقة يوحي بأن هناك توافقا بين مختلف المكونات وبين مختلف القوى الساعية لتحرير المدينة بالتوافق مع عملية التحرير العسكرية التي ستنجز، وسيكون هذا نصرا لكل السوريين ولكل شعوب المنطقة بل حتى للأمريكيين والأوروبيين الذين ساهموا في عملية التحرير. لكن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى إعادة تنظيف المدينة، تأهيل المدينة، تقديم المساعدات على الصعود النفسية، لأن السنوات كانت سنوات عجاف وسنوات قاسية جدا جدا على الأطفال النساء ومختلف الفئات العمرية والسكانية داخل مدينة الرقة. سيد نواف، أبرز التحديات التي ستواجه القوات المحررة الآن بعد تحرير كامل الرقة من احتلال داعش بالإضافة إلى إزالة المفخخات وغيرها؟ المفخخات والألغام، الأنقاض. نعم. تحديد النسب نعم الألغام ونسبة التدمير في المدينة، يعني المسألة الأعقد باعتقادي يعني ما خلفه داعش على الصعود النفسية، يعني إغلاق المدارس، المشاكل التي نجمت عن استيلاء بعض من أو الذين شاركوا من مدينة الرقة، وهو ما يخلق بيئة يعني صعبة ومعقدة. لكن الآن الاستعدادات التي جرت وتجري و ستستكمل سيكون هناك يعني ربما التخفيف من هذه المسائل. انا اعتقد يعني الفئه العمريه الاكثر تاثيرا والتي يجب ان يقدم لها الدعم النفسي من قبل السوريين عموما ومن دول المنطقه والاوروبيين، الفئات الصغيره، الشباب الذين تاثروا كثيرا بالممارسات الارهابيه ويحتاجون الى دعم نفسي مباشر، وهو ما يعمل عليه مجلس رقة المدني والتحالف الدولي وقوى سوريا الديمقراطية. من هذا الدعم النفسي سيد نواف سيكون؟
لجان مختصة مثلا يعني بالبداية بما يتوفر من نعم في البداية بما يتوفر من يعني لدى الإدارة الذاتية لدى النظام الفيدرالي في روجافا وأيضا بعض المنظمات منظمات المجتمع المدني الفاعلة وهي كثيرة. أتمنى منهم جميعا أولئك الذين يعني يتسارعون إلى تقديم الرخص، أتمنى منهم جميعا أن يتوجهوا إلى الرقة وبقية المناطق المحررة كي يساعدوا المدنيين، كي يساعدوا الأطفال الشباب النساء الذين يعني يحتاجون إلى هذا الدعم كي يعودوا إلى المدينة وكي يتم تقديم الدعم الواجب لهم. شكرا جزيلا لك، حدثنا من القامشلي السيد نواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسات.